السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في شيوة جديدة من شيوات أم شمس. اليوم إن شاء الله غنقترح عليكم كيفية الاحتفاظ بالربيع أو لا بالمعدنوس بطريقة جد بسيطة وسهلة بدون ما نجمدوه وبدون مجمد. كيبقى هائل في اللون ديالو وفي المذاق ديالو كذلك، وكيجي يعني رائع في الوصفات اللي غادي تستعملوها فيه. فبلا ما نطول عليكم نمشيو لفكرة اليوم ونتمنى تعجبكم. فبالنسبة للطريقة أو للفكرة ديال اليوم، فهي أننا يكون عندنا ربطة كبيرة ديال المعدنوس. أنا هنا يعني اختاريت ربطة غير صغيرة باش تشوفوا الفكرة، لأنني فايتة وعملتها باش تكون عندكم الفكرة. فاخديت ربطة صغيرة ديال المعدنوس، ممكن تستعملوا القزبر ومعدنوس يعني على حسب الرغبة. يعني ربطة كبيرة ديال الربيع كنحتاجوا فيها 125 غرام ديال الثوم اللي يكون على هذا الشكل هذا، من الأحسن اللي يكون أحمر. وانا هنا فخديت ربطه صغيره، يعني عملت فيها ثلاثه ديال الفصوصه ديال الثوم كما شفتوا كبارين، او الا عندكم قد هاد الربيطه فممكن تعملوا فيها سته ديال الفصوصات الثوم اللي يكونوا صغار. انا هنا ما عندي الثوم كبير فخديت ثلاثه ديال الفصوصه. فغنمشي دابا نقرد هاد المعدنوس ديالي مزيان، يعني نقطعه، ومن الاحسن دائما الربيع ديالنا نقطعوه رقيق، يعني فاش نقردوه نساليه ونقطعوه رقيق. فكتقطعيه بالطريقه اللي بغيتي. فهنا غنبقى يعني مستمره تنكمل الكميه كامله ديال المعدنوس اللي عندي. انا هنا استعملت غير المعدنوس، فممكن تستعملوا القزبر ومعدنوس يعني بجوج. فانا صراحه كنستعمل بزاف غير المعدنوس، فلهذا الا كنتو كتستعملوا حتى القزبر فممكن تعملوا يعني تقرضوه بنفس الطريقه هو والمعدنوس وتعملوا ليه هذه الفكره ديال اليوم. فغتهنيكم يعني من المعدنوس في المجمد، وكتبقى مده طويله بدون ما كيتغير اللون ديال هذا الربيع ديالنا، وكيبقى يعني حتى في المذاق ديالو كيزيد كيولي مركز بزاف. كنعملوا منه غير شويه كيعطي واحد المذاق اللي رائع رائع بزاف. فغنستمر انا بهذا الشكل هذا حتى يعني نقطع الربيع ديالي مزيان، ودائما يكون رقيق في الدقرات ديالو، وان شاء الله ندوزو باش نكملو الوصفه ديال اليوم. فهنا من بعد ما قردت المعدنوس ديالي كامل وحكيت ثلاثة ديال الفصوصه ديال الثوم اللي شفتوا معايا، غادي نضيف هذا الثوم هذا على المعدنوس وغنحرك جيدا حتى كتنسجم معاه الثومه بحال هذا الشكل. وكيف ما كتشوفوا فهاد الكميه يعني واخا بسيطه فعطاتني تبارك الله كميه لا باس بها من هذا الخليط هذا اولا من المعدنوس. فغنخلط جيدا كما كتشوفوا معايا، فكنحاول انني نحرك مزيان هاد العناصر هادي باش هاد المعدنوس ديالنا كتدخل فيه مزيان هذيك التوم. وهنا كما كتشوفوا فكنضيف كميه تقريبا واحد جوج المعالق كبار من زيت المائده او لا الزيت النباتي، وكنحرك مزيان وكنشوف على حساب يعني الا خاص غادي نزيد على حساب هذا المعدنوس هذا، يعني خصو يتلبس مزيان بهذا الزيت النباتي ضروري. فخصنا نلبسوا هذا المعدنوس هذا بهذا الزيت النباتي كيف ما شفتوا. فانا هنا الكميه هي هذيك، ما غاديش نضيف، فكفاتني فيها جوج المعالق تقريبا كبار ديال الزيت النباتي. غادي ناخذ هنا قرعه تكون معقمه، ضروري تكون معقمه وما نمسحوهاش، نخليوها تنشف مزيان غير بوحدها. وغنحتاج كاس مخلط ما بين الزيت النباتي وزيت الزيتون، يعني خديت زيت نباتي عمرتها نص كاس وزيت الزيتون كذلك نصف كاس. وكيف ما شفتوا غادي نحتاجوا كذلك القرعه اللي تكون ديال الزاج، ضروري تكون معقمه وناشفه مزيان، ما تكونش فيها ابدا ولا قطره ديال الماء، ضروري هاد الحاجه هادي يعني تكون ناشفه مزيان. وغادي نجيب هاد الخليط ديالنا ديال المعدنوس اللي اولا ديال الربيع اللي خلطنا مع الثوم والزيت النباتي. فهنا بالنسبه للزيت اللي استعملت فممكن تعملوا الكميه كامله زيت الزيتون. فهنا انا صراحه فاش عملتها بهذه الطريقه هذه فما جاش المذاق ديال زيت الزيتون مجهد بزاف، لانها كنعملوها مره اخرى في الاطباق او لا في الوصفات يعني بلا ما نعملوها كلها زيت الزيتون. وانتم كتبقى لكم يعني على حسب الذوق ديالكم، كي تعملوها كما قلت الكميه كامله ديال الزيت تكون زيت الزيتون. غادي نعمل هذه الكميه اللي عندي كامله ديال الربيع في هذه القرعه اللي عندي المعقمه، غنحاول نزل الكميه كامله
كيف ما شفتوا. كيف ما شفتوا معايا بهذه الطريقه. من بعد ما نزلت الكميه كامله في القرعه، فغادي نضيف هذا الزيت هذه اللي هو خليط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. وهنا فعلى حساب يعني القرعه اللي عندكم. انا هنا كما شفتوا هي كميه لا باس بها، راه القرعه كبيره. فانتوما يعني الزيت خصها داك المعدنوس عندنا خصو يتلبس مزيان بهذا الزيت هذه، يعني يكون يعني فيه الزيت كامله كما شفتوا على الطريقه هذه بهذا الشكل. انتما كيفاش تعرفوا القوام كيفاش كيكون على هذا الشكل هذا، كيكون على هذا الشكل. تتكون الزيت يعني كله يعني مغمور بالزيت، ماشي الزيت يعني حتى الفوق او لا، يعني المعدنوس او الربيع فقط اللي مغمور بالزيت. فهنا ممكن انكم تضيفوا ريقات ديال الرند الا كتحبوا يعني المذاق ديالها في المعدنوس. انا صراحه ما ضفتهاش لان المعدنوس بغيتو يبقى في النكهه ديالو. وهنا غناخذ القريعه ديالي غنعمل ليها البلاستيك الغذائي ضروري من الفوق، وغادي نغلق عليها باحكام على هذا الشكل. وغادي يكون عندنا هنا وجد او لا وجدنا المعدنوس او الربيع ديالنا بطريقه جد سهله. غنوضعوه في الثلاجه، فكنعملوه في الثلاجه بالطريقه العاديه، كنوضعوه في الثلاجه وكيبقى عندنا لكثر من 15 يوم بدون ما يخسر او لا يتغير اللون ولا الطعم ديالو، ولكن فقط يعني كيجي المذاق ديالو هائل وكيجي رائع في الوصفات وفي يعني الشهيوات اللي غنحضروا به باذن الله. فنتمنى الوصفه اليوم والفكره اليوم تنال الاستحسان ديالكم. ودائما ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك والجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه. والى وصفه مقبله باذن الله. كنت معكم ام شمس، والى اللقاء.